Dear high school students, welcome to my educational channel, Mr. Abdul Daim Educational Channel. Today, our lesson will be on an important topic for English language learners. Today, we are going to talk about what countable and uncountable nouns. Uh, azayi, طلبة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي لأن الموضوع اللي إحنا سوف نتحدث عليه أو عنه اليوم بيهم كل طلبة وطالبات المرحلة الثانوية. هنتكلم على countable and uncountable nouns اللي هي بنتكلم عليها اللي هي الأسماء التي تعد والتي لا تعد. وهذا الموضوع يمكن يعني لا يكون موجود عندنا في اللغه العربيه يعني تعد يعني لا تعد ده اللي هنشوفه ان شاء الرحمن النهارده من خلال هذا الفيديو حتى لا اطيل عليكم نقول thanks تو God وي ويل تراي تو ميك ات ايزي ليتس ستارت مع بعض عزال الغل بتاع ده كل شويه تنطط لي دي نخليها فوق هنشوف حضراتكم يعني uh, today we are going to talk about countable and uncountable nouns. النهارده هنتكلم على موضوع مهم very very important يعني الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد. يمكن حضراتكم لما انت بتشوف هذه الجزئيه اللي هي عمليه الكاونتبل والانكاونتبل الموضوع ده ليس له مقابل ليس له مقابل في اللغه العربيه ما عندناش حاجه في اللغه العربيه اسمها يعني يعد او لا يعد لا احنا عندنا انواع الاسماء تختلف عن اللغه الانجليزيه ولكن علشان نتكلم هنا في هذا الموضوع نشرح الاول ما معنى كلمه countable ومعنى كلمه uncountable كلمه countable دي معناها اسم له مفرد وله جمع. كلمة، اسم، لها مفرد ولها جمع وفي حالة المفرد تكون مسبوقة بأداة تعريف أو تنكير أ أو آن أو ذا. كل الكلام ده موجود على الأسماء الكاونتابل هقول تاني الأسماء الكاونتابل يعني الأسماء التي تعد هي أسماء لها مفرد ولها جمع هذه الأسماء في حالة المفرد ما اقدرش أكتب اسم المفرد الذي يعد إلا ويكون مسبوقا بآ أو آن أو زاء دول بنسميهم أداة التعريف والتنكير هي أداة تعريف واحدة اللي هي زاء وهيشرحه النهاردة نشرحهم طبعا بالتفصيل لأن النهاردة احنا هناخد الموضوع بالتفصيل من بدايته لنهايته أما الـ uncountable هذه الأسماء التي لها شكل واحد لها شكل واحد يعني سواء كان يا شكل جمع شكل مفرد لها شكل واحد لا تتغير والاسماء الانكاونتابل تعامل معامله المفرد المعلومه دي عايز تحطها في دماغك دايما وما تنساهاش الاسماء الانكاونتابل الاسماء التي لا تعد تعامل معامله المفرد الاسماء التي لا تعد التي تعد هنبدا بقى نخش بالتفصيل الاسماء التي تعد هي الاسماء التي يكون لها شكل مفرد يعني بيكون لها مفرد او شكل جمع يعني لها شكل مفرد اهو اهو أو, او شكل جمع في حاله المفرد يكون قبلها ا او ان طبعا ذا ليه ما ذكرناهاش هنا لان ذا بتنفع مع المفرد والجمع نشوف قال لي اهي الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها بص الجزئيه الثانيه ادي المثال زي كلمه امان في حاله المفرد كلمه ما امان دي اصلا كلمه كاونتبل ليه يا استاذ لانها لها سينجولار ولها بلورال يعني لها مفرد ولها جمع لها مفرد ولها جمع في حاله المفرد بتأخذ قبلها أمان a, a وجمعها من. a girl, girls, a teacher, teachers, an ant, ants, an egg, eggs. طبعاً إحنا هنشرح طبعاً أ وأن دي بالتفصيل في الآخر بس ده مش معادها الآن. آه زي المثال اللي اللي اتكلمنا كده زي ما بنقول إيه the replus were able to remove the regime. I saw an accident in the square. لاحظتوا طبعا حضراتكم انه هو هنا استخدم كلمة accident، accident اللي هي الحادث وحط قدامها آآ آه وهنعرف ليه لانه طبعا بتبدأ بحرف متحرك. تعالى بص كده معايا تاني خش بقى في التفاصيل. كلمات مفرد في العربي يعني في كلمات في العربي نقول عليها أن هذه الكلمة مفرد. كلمات في اللغة العربية بتكون مفرد لكن في اللغة الإنجليزية يتعامل معها على أنها جمع. لماذا يتعامل معها على أنها جمع؟ لأنها تتكون من جزئين. إزاي؟ اللي بص حضرتك الموجود عندك ساندلز، عارفين الساندل طبعاً؟ فردتين. سكيلز، الميزان، كفتين. كلمة tongues آه طبعا دي عدت على حضراتكم كلمة سوكس يمكن سوكس دي ما عدتش عليكم كلمة سوكس يعني ايه كلمة socks آه أربعة. آه اهو كده آه اهو كده انا قلت اللي قبليها ما همينة. اه يعني المفروض ان, إن الـ 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 الناس الحفيظه اللي هم آه بيحفظوا معايا الكلمات خلي بالكم يقول لي ايه معنى آه كلمة تونجز آه... دي ها آه؟ لو واحد عرف مستر. يجيب هذه الكلمة ملقط ملقط آه؟ برافو عليك والله ممتاز الملقط انا سكت عشان البنات كلهم هيبقوا عارفين الكلمة دي كلمة ملقط اللي هو اللي بنسميه الملقاط عارفين الملقاط ده اللي هو طبعا لو في شوكه في ايدك ولا حاجه بتطلعها بيه ده التونجس. والسوكس هو الشراب شوز اللي هو الحذاء وshorts اللي هو الشورت تراوزرز البنطلون glasses النضاره بينتس طبعا البانتس بانتس اللي هو برضه البنطلون سو so تراوزرز وكلمه gloves القفاز وسيزرز المقص هذه الكلمات التي موجوده قدامك لما اقول صندل بتكلم على صندل باللغه العربيه على انها مفرد الشراب شراب مفرد الملقاط مفرد لكن في اللغة الإنجليزية يتعامل مع هذه الكلمة على أنها جمع خلي بالك يعني لما تجيلك لك هذه الكلمات في الامتحان أو في الجملة تعامل معها على أنها جمع وليس مفرد زي كده My shoes ما أقولش إز أو ليه Are clean The scissors المقص ما أقولش إز أو Are sharp His pants are tight هنا طبعاً قلنا هنا تلاحظ انها كلها تأخذ فعل جمع. Uh, a pair of uh, Italian shoes is a. خدت بالك بقى من الحتة دي. لو انت استخدمت الكلمات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها. كلمة بدأت بيها بدأت بيها تعامل معها على انها جمع. لكن لو انت وضعت قدامها كلمة a pair of. A pair of ومعناها زوج. اذا وضعنا قبلها ان ابير اوف شوز بصنا ليه زوج يبقى از لانه هذه في اللحظه از هنا عايده على مين عايده على كلمه ابير وابير زوج واحد لكن لو قلت بيرز ازواج هنا تاخذ ار وخلي بالك اول لعبه هي من العاب الامتحان اللي احنا عارفينها كلمه ابير اوف اهو قال لحضرتك ابير اوف شوز ياتي بعدها فعل مفرد طيب اللي بص حضرتك هعلمك كلمات دائماً جمع كلمات دائماً جمع كلمات دائماً plural كلمات دائماً نتعامل معها على أنها جمع ويأتي بعدها فعل جمع بص كده the police هل هذه الكلمة لها مفرد؟ لا the clothes people gods, gods هنا بمعنى البضائع جودس هنا بمعنى البضائع أه، تروبس اللي هي القوات ارمس جيوش remains بقايا قتل عارفين قتل وحده الاولى ماشيه تمام الكلمه الاخيره بقى مين يقول لي معناها الشطار بتوعي حفيظه الكلمات اللي انا متعود طبعا انا ما اسالش في الكلمه السهله دايما بسال في الكلمه الصعبه الكلمه اقول مستر آه أنا الدواجن؟ عارفك <applause> انا عارفك هتقولها اه او آه. الطيور آه. ها آه. عارفينها؟ تقول عليها ايه؟ دي بنسميها الدواجن عارفين الدواجن اللي هي الحاجات اللي احنا الداجنه ب... اللي, اللي بنربيها زي الطيور اللي بنربيها في البيت دي بنسميها احنا عندنا بنقول عليها دي الدواجن يا حضرات. هذه هي الكلمة اللي موجودة عند حضراتكم اللي قلنا عليها بارتري. poultry طبعاً هي مقصود بها الدواجن، فهذه الكلمات يا سنة أولى دائماً بنتعامل معها على أنها يعني أقول ذا بوليس ار the clothes are, people are, gods are, troops are, armies are, remains are, cattle are, poultry. طبعا ار كلهم دول بنتعامل معهم على انهم افعال على انها اسماء بتاخذ فعل جمع وهذه الكلمات دائما جمع زي the police are looking for two criminals our gods are going to compete foreign god compete يعني هنا طبعا فورين جودز اللي هي البضائع الاجنبيه وكلمات كومبيت عارفينها حضراتكم اللي هي تنافس. بعد كده في الصفحه التاليه آه كلمات تاتي مع الاسم الذي يعد في حاله الجمع، يعني ايه الكلام ده؟ قال يعني في مجموعه من الكلمات احنا دائما بنستخدمها مع الاسم ولازم يعني لازم الاسم اللي تاتي قبله هذه الكلمات. لان حضراتكم في كلمات بتاتي مع الاسم الذي يعد اللي هناخدها الان وفي كلمات هتاتي مع الاسم الذي لا يعد هتاتي بعد شويه يعني هذه الكلمات تاتي قبل الاسم ما صفه الاسم الذي ياتي بعد هذه الكلمات لا بد ان يكون له شرطين يكون طبعا اسم يعد ويكون في حاله الجمع الوت of ياتي بعدها اسم يعد جمع plenty of اسم يعد جمع زي we have a lot or plenty of friends فاستخدم كلمة فريندز هنا على أنها كلمة كلمة فريندز كلمة countable كلمة countable uh, uh, وبعدين هي كلمة تعد uh, وفي نفس الوقت في صيغة الجمع many or more or most هذه الكلمات الثلاثة many اللي هي كثير most uh, more عند المقارنة بين شيئين most عند المقارنة بين أكثر من شيئين هذه الأشياء بنستخدمها دايما يعني زي كلمة ندى can't revise many poems اللي هي القصائد أتى بعد هذه الكلمة اسم وهذا الاسم يتصف بالصفات الآتية أن يكون اسم countable يعد وفي نفس الوقت بلورة a few معناها قليل fewer أقل في وسط الأقل، زي صفات المقارن. عدد قليل، برضو ماذا يأتي بعدها؟ اللي يأتي بعدها اسم، تمام، ويُعد، تمام، وإيه تاني كمان؟ ويكون في صيغة الجمع. A few students are absent، يعني هنا قليل من الطلبة غائبون. Some هي برضو بيأتي بعدها اسم، يكون لابد أن يكون يُعد ويكون جمع. She has bought some eggs. some eggs ده في حالة الإثبات لو عايز تستخدم في حالة النفي أو حالة الاستفهام بستخدم كلمة any بستخدم كلمة any have you got any sisters? هنا هل لديك أي أخوات يأتي بعدها جمع لكن في بعض الحالات هي معلومة كده هل كلمة صم دي يمكن أن نستخدمها في حالة الإثبات ممكن كلمة صم دي نستخدمها في حالة السؤال آسف أيوة تستخدمها في حالة اللي هو عملية إن أنا بسألك عن شيء هل تحبه Would you like some tea Would you like some tea استخدمها هنا هل تحب ده هنا نستخدمها للاستفسار أو للسؤال عن شيء تحبه أو لا تحبه زي هنا عندنا حضراتكم how many girls؟ uh, استخدم كلمة many أهي uh, hey, وبعضها كلمة girls اسم يعد جمع uh, there are 24 girls there are 24 مستر نعم قلت له مستر <applause> نعم بعد إذنك عيد الكلمات اللي مع الاسم الذي يعد في حاله الجامعه عشان النت طلع مننا احنا الاثنين كلمات تاتي مع الاسم الذي يعد في حاله الجمع يعني هذه الكلمات التي نذكرها لازم ياتي بعدها في الجمله اسم شايفينهم الوت وميني وافيو وسم واني هذه الكلمات يأتي بعدها اسم هذا الاسم له الصفات الآتية لا بد أن يكون يعد يعني countable ولا بد أن يكون في صيغة الجمع a lot of plenty, plenty of كثير من many و more most قلنا many و more most في حالات المقارنة أو لما نأخذ إن شاء الله المقارنات a few و fewer و fewest و some و any طبعا كلهم لو لاحظتوا a lot of جاء بعدها friends كلمة many جاء بعدها pounds students جاء بعدها few جاء بعدها students كلمة some eggs any sisters وقلنا اتفقنا مع بعض انه some اللي هي بمعنى بعض بتأتي في جملة الاسبا... جملة المثبتة واني تأتي في جملة النفي أو السؤال ولكن يعني في بعض استخدامات ل بتستخدم في السؤال بتستخدم في السؤال في حالة انه انا اعرض عليك في الاوفر يعني اوفر مثلا قلنا would يو لايك سم تي هل تحب بعض من الشاي وده احنا استخدمناها في حاله الايه الاوفر العرض على حضرتك وادانا امثله زي اللي موجوده قدامكم قلنا هاو ميني كلمه ميني اتت بعدها جيرلز وبعدين استخدم كمان عند حضراتكم قال there are 24 girls in my class هنا استخدم كلمة there are لأنه كلمة girls تجمع فاستخدمها على أنها جمع و24 ده 24 يعني معناها many يعني كثير do you need أدي سؤال any box no I don't need any box واستخدمها في حالة السؤال وفي حالة النفي أه خلي بالك بقى با. أما إذا كانت الجملة مبدوءة ب one of أما إذا كانت الجملة مبدوءة بـ one of ماذا يأتي بعدها؟ خلي بالك من المعلومات دي one of number one يأتي بعدها اسم جمع colleagues colleagues ولكن بعد الاسم الجمع يأتي بعدها فعل مفرد ما قلتش don't قلت doesn't ليه ليه لأن هو هنا هذا الفعل هذا الفعل لا يتعامل مع كل الكوليجز لا يتعامل مع كل زمايلي ده بيتعامل مع مين؟ مع ون اوف زم واحدهم واحد بس فعلشان ما نتعبش دماغك تخلي بالك من هذه المعلومه ان ون اوف دي ياتي بعدها واحد اسم جمع اتنين ياتي فعل فعل مفرد يمكن بعض الناس بتشرحها بيقول لك الفاعل الاسم الجمع الذي ياتي بعد وان اوف تعامل معه على انه مفرد طبعا الكلام ده بيعملوها الاولاد على اساس نسهل له الاجابه لكن الحقيقه انت هنا كلمه doesnt او فعل المفرد بيتعامل مع كلمه وان اوف يعني احد هؤلاء الزملاء تعالى بص هنا بقى هنا هنبدا نخش في الحياه تصعب شويه هذه الكلمات اللي انا هذكرها لحضرتك الان بتاخذ فعل مفرد او جمع بتاخذ فعل مفرد او جمع ازاي قال لي حضرتك يعني بتتعامل معها حسب المعنى الذي تقصده اذا كنت تقصد هذه الكلمه على انها وان يونت وحده واحده جزء واحد تعامل معها على انها مفرد اما اذا كنت تقصد الافراد المكونين لهذه الكلمه الافراد المكونين لهذه الكلمه فانك تتعامل معها على انها جمع ويمكن هذه الجزئيه يا حضرات عايز حضراتكم دي تحتاج منك يعني حاله من الفهم يعني بتحتاج مني فهم اكثر من الحفظ الكلمات كلمه استف وهي هيئه العاملين العمال يعني الموظفين university يعني إذا كنت أقصد الستاف اللي هو هيئة العاملين ككلمة كلهم كوان يونت كوحدة واحدة أتعامل معها لأنها مفرد إذا كنت أقصد الأفراد المكونين لهذه هيئة العاملين دول الموظفين كل موظف على حدة فأنا بتعامل معها لأنها جامعة يونيفرستي الجامعة نيفي وهي البحرية population وهو السكان جروب وهي مجموعة government وهي الحكومة تيم وهو الفريق كوميتي اللي احنا قلنا عليها بمعنى لجنة أو بمعنى كمان لها أكثر من معنى عشان تيجي بمعنى طائفة اللي احنا أخذناها فاميلي العائلة كلاس الفصل أرمي الجيش كامباني الشركة كابل اللي هم زوج يعني الرجل وزوجته كرو الطاقم الطاقم اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه الطاقم سواء طاقم الذي يعمل على الطائرة أو يعمل على السفينة كراود اللي هو الجمهور أو حشد من الناس جانج العصابة بابليك اللي هو الشعب أو الجمهور الداني بص قال لي بص المثال مستر أشرف فاميلي إز نايس يعني عائلة مستر أشرف عائلة لطيفة بيتكلم هنا على العائلة كلها على أنها وان يونت ما بيفرقش بين حد وحد او بيتكلم على واحد بقى كل واحد على حده، لا. لكن بص في المثال الثاني: my family are having tea now. يعني بيقول أن عائلتي تتناول الشاي الآن. أفهم من كده إن كل واحد في إيده كوباية. مش كلهم ماسكين كوباية واحدة وبيعملين يقلبوا في حتة واحدة. لا هنا my family are having tea now يعني معناها إن كل فرد من أفراد عائلتي يتناول مشروب الشاي الآن طيب قال بص حضرتك للمعلومة الثانية هذه الكلمات هذه برضو من الكلمات اللي بيستخدموها بكسرة في الامتحان كلمات مفرد أو جمع نفس الشكل تاني هذه الكلمات اللي قدام حضراتكم احنا جبنا أشهر خمس كلمات أهو هذه الكلمات في المفرد والجمع هي هي يعني آخرها اس في المفرد وآخرها اس في الجمع لكن بتختلف قال في, إيه؟ في حالة المفرد تجد أمامها عبارة عن أداة تنكير زي آ أو آ فعندي أول كلمة آ مينز تعتبر وسيلة مينز بس من غير آ تبقى وسائل سيرس ده هو مسلسل سيرس سيرس برضو ده هي معناها المسلسلات سبيتشز ا سبيتشز ده نوع سبيتشز انواع اشيب خروف شيب اللي هي خراف ادير غزال دير بس من غير ا تعتبر غزلان زي ادي لك مثال the car is a means of transport السيارة هنا وسيلة وضع قبل الكلمة A آه دي آه of transport there are a lot of, a lot of means هنا استخدم means من غير آه فهي وسائل of transport the forest has a lot of speeches speeches اهي عبارة أنواع الغابة such as the tiger, elephant, deer and the wolf دي الكلمات اللي تخلي بال حضرتك لان المعلومات هتتراكم معانا خطوه خطوه هتحس بكثره المعلومات في هذا الدرس. في عندنا حضراتكم هتلاحظ انه في كلمات لو خدت بال حضراتكم احنا اتخذنا في الاول الوت اوف وميني وصم واني قلت لك هذه الكلمات تاتي مع اسم ها يعد في حالة الجمع فهنا هذه الكلمات اللي أنا هقول لك عليها تنفع مع الاسم الذي يعد ومع الاسم الذي لا يعد هقول لك مين فيهم تخلي بال حضراتكم منها هي في الحقيقة هعرفك كلمة a lot of و plenty of و some و any يعني number one و number four و number five لو أنت بتعلم معايا في المذكرة الكلام ده عندنا في المذكرة number one اللي هي blend a lot of و plenty of تنفع مع الكاونتبل والانكاونتبل كلمة some كلمة some اهي تنفع مع الكاونتبل والانكاونتبل اني تنفع مع الكاونتبل والانكاونتبل لكن مين اللي اللي ظهروا لاول مرة اللي هي كلمة ماتش اللي حلت محل كلمة many فهذه الكلمة ماتش لا تستخدم الا مع uncountable يعني مع الأسماء التي لا تعد. كلمة a little اللي حلت محل كلمة a few اللي كانت هناك شغالة مع الكلمات التي تعد لكن a little هنا مع الكلمات التي لا تعد يعني ال uncountable لقليل من لس أقل ليست الأقل. طبعا I have got a lot of plenty of milk هو استخدمها المرة دي مع كلها كلمات uncountable عشان ما يكررش نفسه تاني. she has much sugar in her tea much sugar sugar هنا السكر طبعا كلمة uncountable ولذلك استخدم قبلها كلمة much she has little salt in her food هنا كلمة salt على أن uncountable استخدمنا قبلها كلمة little ما استخدمناش few I have bought some oil هنا طبعا عندنا ده كلمة affirmative يعني كلمة في الإثبات فأتى قبل كلمة oil some Do you need any help? Any help? هنا كلمة help زي ما أنتم عارفين حضراتكم كلمة uncountable لأنها بنسميها abstract يعني أسماء معنوية وهعرفكم عليها الأسماء المعنوية بعد قليل. في عندنا قال لي حضرتك كيف أحول كيف أحول خلي بالك من هذه المعلومة فاكرين من شوية لما قلت لك كلمة choose لوحدها تاخد R لكن لو قلت a pair of shoes تأخذ is و pairs of shoes تأخذ are يعني أنا حولت الكلمة اللي هي uncountable حولتها إلى كلمة countable كيف؟ إزاي تصبح الكلمة اللي هي التي لا تعد إلى كلمة تعد؟ إزاي؟ قال لي في بنضع قبلها بعض أدوات تسمى أدوات التجزئة تسمى أدوات التجزئة. هذه الكأدوات التجزئة نستخدمها مع الكلمات التي لا تعد وفي حالة الجمع لما أجي أجمع ما أجمعش الكلمة نفسها ده أجمع أداة التجزئة اللي أنا حطيتها في الأول طيب شوتنا يا أستاذ إيه كلمات أو أدوات التجزئة دي قال لي أهي يا أستاذ آدي الكلمات وأدوات التجزئة كلمة أبيس أوف قطعة من أسلايس شريحة أجلس كوب a bottle زجاجة a grain حبة a رغيف a tube أنبوبة a يعني قطعة أو قضيب بتسمى هذه الكلمة تلاقيها يعني حتى مع المعدن a bucket ها a bucket مش bucket bucket باكيت اللي هي معناها يعني عبوه بنسميها العبوه يعني زي اللي لما تشتري كده الرزمة اجار اللي هو البرطمان ابار دي معاده ابيس معاده ان ايتم يعني جزء اكب فنجان اشيت فرخ فرخ من الورق يعني كلمه شيت دي ممكن تيجي بمعنى ملايه الملايه برضه اسمها شيت أباج يعني كيس أو حقيبة تعال بص كده معايا عشان نتفاهم مع هذه الكلمات دي الكلمات كلمة جولري دي مجوهرات كلمة من الكلمات الأنكاونتابل التي تعامل معاملة المفرد لو أنا حبيت أو الأبيس أوف جولري أو الإز لكن لو قلت بيسز يبقى الجمع وقع على فين يا سنة أولى الجمع لم يقع على كلمة جولري ولكنه وقع على كلمه كلمه التجزئه او اداه التجزئه نفسها زي قال لي يعني حضراتكم لو انت حبيت تبص معايا هنا دي احنا طبعا الجزئيه اللي فاتت دي احنا لو حبينا نعيدها مره ثانيه نعيدها مره ثانيه عشان يمكن في ناس ما زبطتش معاها نقولها ثاني نقولها ثاني هذه الكلمات زي ناخذ مثال على الثانيه a slice اوف كيك شريحه من الكيك او ميت او اللحم ناخذ معها الفعل از لكن لو انا شلت الا وخليت كلمه سلايس slice, سلايسز يعني عباره عن شرائح فهنا سلايسز اوف كيك لما انا حولت حبيت احول هذه الكلمه اللي هي كيك الى جمع ما قلتش كيكس ما من جمعت مين يا استاذ اللي جمعت اللي هي اداه التجزئه اداه التجزئه نفسها اللي هي كلمه سلايس مثال ثاني تكرار يعلم الشطار اجلاس كوبايه واحده اوف ليموناد از لكن لو انا حبيت اجمع هذه الكلمه يعني كلمه ليموناد عايزها تبقى جمع لا اجمع الكلمه نفسها امال اجمع مين اجمع اداه التجزئه اقول جلاسز اوف ليموناد ار ها؟ مثال تاني عشان التكرار بيعلم الشطار تعال ناخد في الناحيه دي نغير كده a cup of coffee تبقى إز لو انا حبيت اجمع كلمه coffee مش هقول cup بقى هقول cups من غير ا من غير ا cups of coffee are وهكذا انه هذه الاجزاء اللي موجوده قدامنا انه كيف تحول دي عباره عن مهاره من المهارات اللي بحب اعلمها لحضراتكم كيف تحول الاسم الذي لا يعد يعني الان كاونتبل احوله الى كاونتبل امتى ازاي يلي يعني تمسك هذه الكلمه وتضع هنا امامها احد ادوات التجزئه المناسبه معها يعني ادوات التجزئه المناسبه معها ولما بتعمل تحولها الى يعني كان قدامها ا آه قلنا ناخد نغير مثال شويه كده زي كلمه اباج Bag, a bag of flour a bag of flour يعني كيس من الدقيق دي مفرد تاخد اس لكن لو انا حبيت اجمع هذه الكلمه اللي هي فلاور اجمع الكلمه اللي هي فلاور اتعامل معها على انها جمع امتى مش مش امتى لما يحط لها اس في الاخر لا دي ما بتاخدش اس في الاخر امال اجمع مين يا استاذ اللي تجمع اداه التجزئه نفسها بدل ما تبقى اباج bag, تبقى bags bags of فلاور هنشوف طبعا بص الجزئيه اللي جايه الثانيه دي. الجزئيه اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم هذه العبارات اللي احنا بنتكلم عليها قدامكم الان، بص كده العبارات دي داله على الكميه او المبالغ الماليه او الزمن او السمن او المسافه او الوزن. أو درجات الحرارة، أي عبارة تدل على كمية، تدل على مموال، تدل على زمن، تدل على تمن، تدل على مسافة، تدل على وزن، تدل على درجة حرارة، تعامل معها على أنها مفرد، ثاني العبارات الدالة على الكمية أو المبالغ المالية أو الزمن أو السمن أو المسافة أو الوزن، أو درجات الحرارة كلها تعامل معها على أنها مفرد بص حضرتك 10 مليون باونز يعني 10 مليون جنيه ده اسمها ايه ده اسمه مبلغ اسمه ايه مبلغ هذا المبلغ عشان ما تبصش تلاقي كلمة باونز اخرها اس وتروح حاطط لي ار اقول لك غلط ده عبارة عن مبلغ مالي هذا المبلغ المالي تعامل معه على أنه one unit تعامل معه على أنه وحدة واحدة فلذلك نتعاون اسم الناس آر مثال تاني ده 50 لترز ها 50 لترز اوف بترول ده عباره عن كميه 50 لتر من البنزين ما قالش هنا فل وسكت عشان هي مفرد وضع في نهايه الفعل اس زي ما خدنا في البريزنت سمبل 20 كيلومتر دي مسافه 20 كيلومتر دي مسافه فنتعامل معها على انها 1 يونت ولذلك بناخذ الفعل المفرد 50 ديجري 50 درجه يعني بيتكلم على درجات الحراره فتعامل معها على انها 1 يونت واخذت فعل مفرد دي من ضمن العاب الامتحانات يا سنه اولى خلي بال حضراتكم من هذه الجزئيه والكلام ده هنستفاد محتاجينه احنا في اولى وثانيه وثالثه فهذه القاعده مستمره مع حضراتكم قال لي بص حضرتك هدي لك امثله امثله على الاسماء التي لا تعد عشان تبقى عارف هدي لك يعني صفحتين اهو هنشتغل بيهم اللي هي الاسماء التي لا تعد اللي هي الانكاونتابل الاسماء التي لا تعد اللي هي الانكاونتابل امشي معايا وقلمك في ايدك علشان في كلمات كتير مش هتبقى عارفها الكلمات التي لا تعد ها لو انت عايز تزود معلومه تقول هذه الاسماء الاتيه هذه الاسماء الاتيه لا تعد وتعامل معامله المفرد دي أول معلومة عشان ما ننساهاش تاني بكررها لك أكتر من مرة طبعا لا تعد وتعامل معاملة المفرد لا تعد وتعامل معاملة المفرد أول جروب من هذه الأسماء أول سبجكتس اللي هي بنسميها المواد الدراسية يعني أول جروب أهو الجروب ده اللي احنا بنشاور عليها أهو ده سكول سبجكت اللي هي المواد الدراسيه المواد الدراسية كلها عبارة عن حتى لو كانت الكلمة آخرها إس حتى ولو كانت الكلمة آخرها إس تعامل معاملة المفرد تعامل معاملة المفرد كلمة history مادة التاريخ electronics مادة الكترونيات chemistry اللي هي الكيمياء بايولوجي الأحياء، اكونوميكس الإخصاص، فيلوسوفي اللي هي الفلسفة، جيناتيكس علم الوراثة، سايكولوجي البي سايلاند هنا سنة أولى، سايكولوجي علم النفس، ستاتيكس الإحصاء ساينس العلوم. Mathematics، الرياضيات. فيزيكس، الفيزياء. Politics، السياسة. Classics، دي الآداب الآداب اليونانية القديمة الكلاسيكية، يعني الأدب الإغريقي أو الأدب الكلاسيكي. ده أول جروب، دا أول جروب في الأسماء التي لا تعد أول جروب في الأسماء التي لا تعد الجروب الثاني abstract nouns ومعناها الأسماء المعنوية ومعناها الأسماء المعنوية يعني أسماء تحس ولا تمسك في اليد beauty الجمال beauty الجمال تحس لكن ما تمسكهاش في إيدك confidence الثقة courage الشجاعة enjoyment المتعة honesty الصدق أو الأمانة اللي مشغل المايك يعمل ميوت بيس سلام نعم ايه معنى؟, معنى, سنسير؟ معنى سنسير ايه معنى سنسير انا مش سامعك خلي بالك انت عندك النت بايظ معنى سنسير فين سنسير اللي قصدك الاخلاص لا io... انا خدت خدت كلمه سنسير اللي هي الصدق اه ما هي بتيجي معنى الاخلاص اقوى الكلمة كلمة سنسير سنسير طبعا جاءت من كلمة سنسير هي المخلص ودي أقوى كلمة الإخلاص أكثر من الصدق أقوى منها في عندي كلمة بيس السلام بافرتي الفقر بافرتي الفقر في عندنا عند حضراتكم لاف الحب هيتريد وهي الكراهية ها huh? persuasion الإقناع dishonesty ها huh? dishonesty honesty اللي هي الأمانة يبقى dishonesty اللي هي بتساوي كلمة خيانة بتساوي حاجة اسمها بتريد hypocrisy النفاق وناس بتقع هاي بوكريسي اللي هو النفاق هاي بوكريسي شيتينج الغش فارجري فارجري فارجي اللي هو التزييف يعني بيزيف الشيء لاينج الكذب هنبص بعد كده الجروب الثالث بيتكلم على السبورتس وهي الالعاب الرياضيه فوتبول مش محتاجه ترجمه طبعا دومينوز تعرف الدومني لعبه الدومنه يعني بريليانت لا اسف بلياردس دخلت في كلمه بريليانت مش عارف ليه بلياردس اللي هو البلياردو تنس جيمينيستكس اللي هي جميع العاب الجمباز اللي انتم عارفينها جيمينيستكس سكواش لعبه السكواش اثليتكس العاب القوى شس الشطرنج الجروب الرابع من ضمن الاسماء التي لا تعد وتعامل معامله المفرد اسماء الغازس اسماء الغازات اكسجين نيتروجين هيدروجين كله ده عربي انجليزي زي بعضه كربون dioxide اللي هو ثاني اكسيد الكربون كربون أوكسايد اللي هو اول اكسيد الكربون الكلمات التي لا تعد الجروب الاخير هنا اللي هي language, اللي هي اللغات كل اللغات تعامل معاملة المفرد زيها زي المواد الدراسيه إنجليز، فرنش ايتاليان Spanish, جيرمان جريك جريك اللي هو اليوناني تركي التركي وارابك هو العربي دي اول جروب الجروب الثاني ميلز الوجبات ايضا نعاملها معامله المفرد الوجبات نعاملها معامله المفرد بريكفاست لانش دينر سبر سبر دي يمكن الوجبه دي مش عندنا احنا هنا زي التصبيرة عندهم كده قبل المغربيه آه من ضمن الكلمات التي لا تعد ناتشرال فينومينا اللي هي بيسموها الظواهر الطبيعية الظواهر الطبيعية اهي دي طبعا الظواهر الطبيعية lightning lightning اللي هو lightning اللي هو معناه البرق ساندر <applause> البرق البرق ساندر الرعد هي <applause> نعم ايوه اسامه بتوقفنا كثير يا اسامه انت بتقول صوت الرعد طيب النبي اعمل ميوت عشان انا اي صوت بيطلع بيوقفني كده بضطر نعيد تاني. لايتنج اللي هو البرق ساندر الرعد هيت هي الحراره سنو الثلج او الصقيع رين المطر لايت الضوء ويذر الطقس كولد البرد في الجروب الثاني فلادز او بسميه ليكويدز يعني السوائل كلها برضه ووتر كوفي oil, ميلك سوب عارفين كلمه سوب uh, اللي هي الشوربه بلاد الدم تي جوس جوس عارفين الجوس العصير وبترول البنزين في اي كلمه كمان اخرها اي ان جي اي كلمه اخرها اي ان جي اللي هي اللي بسموها الاكتيفيتيز شوبينج التسوق studying المذاكرة writing الكتابة smoking التدخين reading القراءة ironing الكوي washing الغسيل في بقى مجموعة من الكلمات لا تنتمي لأي جروب من هذه الجروبات يعني فسميناها other nouns أسماء أخرى دي تحفظها مع نفسك برضو تبع الحفظ يعني meat rice oil butter يعني الزبدة الكلمة الصعبة بس هترجمها كلمات المعادله مكروني طبعا دي عربي انجليزي تشيز جبنه سكر سولت ملح بريد توست اللي هو الخبز المحمص بيف اللحم البقري فرنيتشر الاساس فرنيتشر الاساس او العفش جولد الذهب سيلفر الفضه ايرون الحديد كبر النحاس ها وكلمة بريس دي أو براس دي برضو نفس الحكاية بتاخد نفس الكلمة لأن حاس برضو الأصفر تن القصدير ود الخشب جلاس اللي هي بيسموها المواد الخام يعني المواد الخام دي جلاس كوتن سلك وول انفورميشن اه دي بيجيبوها دايما كتير انفورميشن بالعربي عندنا جمع لكن باللغة الإنجليزية تعتبر مفرد نيوز هي اخرها اس آخرها اس وبنعاملها معاملة المفرد. Language. لغة، Language أسف. Laguage اللي هي الأمتعة. Laguage اللي هي الأمتعة. Baggage اللي هي الحقائب. Equipment. شوف الكلمة دي معناها معدات. معدات أهي. Evidence اللي هو الدليل أو البرهان. Advice النصيحة. بيبر الورق. Tourism السياحة. الحمى فلو الانفلونزا طبعا في كلمه مسلس دي هي الحصبه مرض الحصبه كده يعني جمعت لحضراتكم يعني عدد كبير من الانكاونتابل ناونز على اساس انك ممكن تبقى جاهز للرد على اي سؤال قال لي حضرتك يعني بنكرر جزئية بس بنأكد عليها المواد الدراسية أنا بشرح بل... أنا بشرح الجزئية دي بلغتك يعني قلت لك المواد الدراسية والألعاب الرياضية حتى لو كان آخرها إس المواد الدراسية والألعاب الرياضية زي قلنا كلمة جيمينيستكس والمواد زي فيزيكس بالرغم من هي آخرها إس إلا إن بنتعامل معها معاملة المفرد أستيتكس ألعاب القوة وتعامل معها على إنها مفرد جيمينيستكس برضو مفرد ماثيماتكس مفرد فيزيكس مفرد بقى ده هي معاده تانيه للتاكيد عشان ثبت المعلومه معكم قال أه لي بص حضرتك هنا هذه الكلمات اللي موجوده قدام حضراتكم دي تنفع تعد وتنفع لا تعد حسب المعنى الذي تقصده كلمه بيبر بيبر اذا كنت تقصد ورق فهي لا تعد لو حطيت قدامها ا آه تحولت هنا الى اسم يعد ومعناها الجريده او الصحيفه جلاس من غير ا آه فهي بمعنى زجاج ولا تعد وتعامل معامله المفرد لو حطينا لها ا آه بقت اجلس فتحولت الى اسم يعد يعني كاونتابل يعني ليه مفرد وليه جمع كوفي اه كوفي حضرتك لو استخدمت كلمه كوفي بس فهي معناها البن او القهوه تو كوفيز معناها فنجانين من القهوه فاصبحت قلت لك حول الكلمه من لا تعد الى تعد Orange لوحدها كده معناها اللون البرتقالي. آن أورنج معناها برتقاله فاصبحت كلمه تعد. آيرون بمعنى ما يعني هنا بمعنى يكوي وبمعنى حديد. فهي ماده خام فلا تعد لكن أبيت ان ايرون فبقت مكواه. لايت النور او الضوء الايت هي اللمبه نفسها. تايم يعني مرة مرة وتيجي بمعنى وقت فهي جاية هنا بمعنى وقت فهي لا تعد لكن لو حط قدامها رقم اعمل ميوت يا ابني ثري تايمز يعني ثلاث مرات فهي في هذه اللحظة كلمة تعد يعني أنا عايز أسأل حضراتكم هنا مع كلمة تايم مع كلمة تايم أستخدم هاو ماتش ولا هاو many هاو ماتش يا مستر هاو ماتش تمام لأنها كلمة uncountable برافو للي جاوب لكن تايمز أستخدم ميني هاو ميني تمام ميني هاو ميني أيوه فين ناخذ ميني برافو عليك كلمة كولد لانه بارد ا cold ده بيعتبر مرض البرد يعني اللي عنده برد مش مشكله هذه الكلمه كمان وكلمه cold برضو بتطلق على المشروب البارد اير وهو الهواء لا تعد ان اير بيجي المظهر العام الجو العام مش مظهرك الشخصي الخارجي ان اير اللي هو بيسميه الاتموسفير الجو العام اللي موجود في المنطقه دي يعني دخلت كده مثلا مكان في احد البيوت لقيت الناس كلها مبوزه فانت قاعد لقيت تقول الجو العام الاير هنا الان اير النهارده باد دخلت الناس لقيت الناس كلها بتضحك فبتقول ان اير آه، طبعا هنا از جود تشيكن 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 هنا بمعنى لحم الفراخ فلا تعد اتشيكن وهي الفرخه. هير الشعر كماده اهير يعني شعره واحده. مش عارف مين اللي عامل فتح المايك بتاعه. <تن> وهو القصدير اتن وهي العلبه اللي هي فيها زي اللي هي علبه الصلصه او علبه العلاب اللي هي بالصفيحه او علبه مثلا التونه دي بنسميها اتن. نعم من يسال؟ في حد بيسال مستر، مستر، لو مثلا كلمه ان اير لو عايز اقولها مظهرك او مظهركم تبقى ازاي آه يور قلت لك دي مش مع الم... مش مظهر البني ادمين يعني اذا لك المظهر بتكلم على الجو العام اللي موجود في المكان اه 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 يعني مش بتكلم مش على عش شكلك انت الخارجي آه. Give me a glass of water. Please. My windows are made of glass. هنا a glass كوباية، لكن هنا جلاس بمعنى زجاج. My mother raised some, raised يعني تربي. Some chickens. بتربي فراخ. Would you like to have meat or chicken؟ عايز لحمة ولا لحمة فراخ؟ يعني طبعاً هو هنا إيه الناس كلها جاعد دلوقتي. وهنا بعد ما انتهينا من شرح كده لكل الكاونتبل والانكاونتابل بدأنا ندخل على جزئيه اخرى وهي ادوات التعريف والتنكير، ادوات التعريف والتنكير اللي هي الآ والآن، شايفينهم دول؟ الآ والآن دول بنسميهم ادوات النكره، ادوات النكره، ويأتوا لو انت يعني عايز تكتب دول دي بيأتوا قبل الاسم المفرد النكره الذي ها يُعد يُعد لازم يُعد تمام وإذا كان يبدأ بحرف متحرك نستخدم آن وإذا كان لا يبدأ بحرف متحرك بنبدأ بآ أما ذا أداة التعريف تشتغل مع كل الناس اللي هي اللي دي تنفع مع كل شيء وهنعرف شغلها بعد شوية يعني نشوف حضراتكم يحد حد باين طلع ولا ايه مش عارف ادي آه اللي انا عايز اوصل له انا ادي لك امثلة في البداية اللي بص كده ابوك اكار امان اتشايل هنا اتت الاه قبله جت قبل مين يا عم اسم بوك هو اسم مفرد كتاب واحد يعد عشان جمعها بوكس تمام تاني بنعيدها تاني عشان أسامة وطلع كل شوية طالع داخل مش عارف حكايته عندنا هنا أبوك هذه الكلمة أبوك أكار أمان أتشايل هذه طبعا عشان يوضح لحضراتكم انه آه، الا الا اهو ا آه، 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 نستخدمها قبل الاسم المفرد لازم يكون اسم ها ومفرد ويعد وبادئ بحرف ساكن نطقا. في حرف في حرف طبعا هنا ساكن نطقا يعني معناها ما فيهوش حركه في فرق في كان في حاجه اسمها سايلنت فالحرف السايلنت ده يكتب ولا ينطق لكن في حرف هنا نقول عليه سايلنت بس ينطق اللي هي باي حرف بعيد عن الخمس حروف اللي هناخدهم بعد شويه. فكلمه أ قبل اسم مفرد لا يبدا بحرف متحرك زي لكن هوضح لحضراتكم معلومه ثانيه هنسيب الجزئيه دي هنسيب الجزئيه دي ونشوف اللي بعدها وهرجع لها تاني اذا كانت الكلمه تبدا بحرف متحرك ينطق ها ينطق مثل الحروف آ و إي e و آي و أو و يو اللي أنت بتقولوا عليها كلمة أيو هذه الكلمات بتبدأ نضع قبلها آن في حالة المفرد آن أبل آن إيج آن أيديا آن اورنج آن أنكل آن نور آن نور خلي بالكم آن أونست تمام في آن أونست مان يعني آن هير اللي هو الوريث واحد تاني يروح طلع لي كده يقول لي يا استاذ هو الاتش ده هل ده حرف متحرك عشان تحط له ان؟ قلت له لا خلي بالك لما انا اتكلمت قلت ما قلتش هاور قلت ايه؟ اور فلان حرف الاتش اللي موجود هنا حرف ساكن حرف ساكن فالحرف الاولاني الذي خرج من الفم هو حرف الاو والأو من الحروف المتحركة لذلك قلنا آنور كلهم ياخذوا آن ولكن هنتوقف يعني دي أول معلومة بنستخدمها مع آور وأونست لأن الإتش سايلنت طيب وبرضه طبعا آنير أنا طبعا آنير أنا خدت بالك أهو آنير لأن الإتش ما جاتش معانا المعلومة اللي أنا عايز أوصلها لك أنت شايف هنا إن حرف اليو من الحروف المتحركه لكن حرف اليو ده يا سنه اولى له بدل النطق اثنين بدل النطق اثنين اما ان ينطق مفتوحا يعني زي ايه عليه فتحه بلغتنا احنا زي كلمه امبريلا امبريلا فاليو نطق مفتوحا فهنا ياخذ حرف الان او الان امبريلا أما إذا نطق حرف اليو أما إذا نعم من عند المعلومة اللي كنت هتقولها مستر ما كانش في كلام فما حاجة إيه ما كانش في كلام يعني يعني وقف على طول كده ما كانش في صوت ظاهر الناس كلها مش سامعة يا إخوانا الصوت لا مستر سامعين سامعين كويس يا مستر بس صعب يعلق ساعات تلاقيه سكت كده لمدة لا 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 سكت ده, 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 ده بسبب النت عند حضراتكم مش عندي انا لا لا يعني بيسكت لمدة 30 ثانية كده ساعات كده عامة ان الحلقة دي مسجلة انتوا بوظتوها بس كل شوية واحد روح ناطط في النص كده كأنه قاعدين على مصطبة دي حلقه مسجله بوظتوها انتوا بالتداخلات بتاعتكم اللي مش هتحصلوا دلوقتي انا هنزل الفيديو على القناه بتاعتنا فتسمعوا تاني والله ما بتكلم معاك ما أتكلم. في عندنا تاني بنتكلم للمره الثانيه بنقول ان حرف اليو اللي موجود عندنا هنا ينطق حرف اليو ينطق في طريقتين إما أن ينطق بطريقة مفتوحة زي زي كلمة مظلة مثلا أو شمسية نقول عليها آ أمبريلا أمبريلا فنقول عليها آن أمبريلا أما إذا نطق حرف اليو أما إذا نطق حرف اليو نطق إيه؟ إذا نطق أو أر دبليو يعني زي كلمة إيه؟ بص الكلمة الأولانية دي اللي هي كلمة زي رسمي بقول إيه؟ a you. a uniform شوف شفايفك الضم وحاول تنطقها معايا تلاقيها بتطلع كده a uniform a uniform فحرف اليو مضموم فهنا لا يعتبر حرف متحرك ولذلك ياخذ آ وخلي بالك من هذه الاسئله a unit unit اللي هي الوحده a unit a unit اللي هي انت معناها وحده ا يوروب يوروبيان الاي سايلنت ها فبدانا بحرف اليو المضموم يوروبيان سيتي تمام أون ون واي ستريت أون ون واي ستريت و و و شوف حرف الاه اتنطق ازاي و و أون ون واي ستريت لكن لو حضرتك بصيت هنا عند كلمه برتقاله قلت ايه ان او او او, أو. اورنج اورنج لكن دي ا وا ا هنا او اوبن او, أو فخدت الآ، ا لكن الاو المضمومه اخذت ان دول تخلي بالك واحد يقول لي يا استاذ ايه ان انكل دي عم. في عندنا متى احنا دلوقتي اتفقنا امتى بنستخدم ا او ان استخدمناها عرفنا الكلمه اللي جايه وراها لكن لها استخدامات اخرى نستخدم الا والان قبل الوظائف she is an nurse she is an engineer اذا كانت الوظيفه تبدا بحرف متحرك نقول ان اذا كانت لا تبدا بحرف متحرك بنقول ايه؟ آ. my father is a doctor. هذه حروفها يبقى إيه استخدمنا ا و an قبل الوظيفه. بنستخدم الا والان قبل التعبيرات الداله على العدد a hundred a thousand thousand طبعا هي تيجي بمعنى ايه في دي معناها الف dozen اللي هي دسته يمكن الكلمه العربيه جت في مكان غير مكانها. dozen اللي هي دسته كابل اللي هو الزوج. في حاله التعبيرات الداله على الثمن والسرعه 2 كيلو 2 باونس ا كيلو يعني عايز اقول ايه 2 باونس ا كيلو الكيلو ب2 2 جنيه 60 كيلومترز ان اور 60 كيلومتر في الساعه فاستخدم تعبيرات الثمن والسرعه فجاب معاها ا آه او ان آه. التعجب دي اللي اخطانا فيها احنا في الحل لو فاكرين لو رجعنا تاني ترجعوا تاني عشان انا لاحظت ان كنتوا حلتوها خطا وانا ما ها ايوه صح أه؟ أيوة بقول لك كانت المفروض دي تيز ايوه انا دب... انا بقى براجع الحلقه لقيت احنا حليناها خطا وات ا كليفر بوي هي از ليه يا استاذ؟ قال لي عشان هذا ليس بسؤال عشان تحط الفيرب تو بي قبل الفاعل ده اسلوب تعجب What a clever, what a a ده اللي يهمني هنا. What a clever. ما تقولش what clever, what a clever boy. What an المرة دي قال a آه وهنا ان آه. هنا على الله لا بيبدأ بحرف متحرك لكن هنا بدأ بحرف متحرك. What an interesting story it is. هتلاحظ خلاص عرفنا بنستخدمها إمتى a آه وan دي. قال لي ولكن لا تستخدم آ آه ولا آن عشان تخلي بالك لما نيجي نحل دلوقتي الدنيا هتوه معنا لا نستخدم آ آه أو آن قبل الوجبات انت حضرتك لو لاحظت ان الوجبات اصلا احنا استخدمناها من الكلمات اللي هي التي تعامل معاملة المفرد اللي لها اسماء لا تعد لكن امتى احط قدامها ا او ان؟ قال لي في شرط عشان تحط قدامها ا او ان ان يكون هذه الوجبه مسبوقة بصفة، ان تكون هذه الوجبة مسبوقة بصفة، بص كده I have I usually have lunch at 2 p.m. هنا كلمة lunch لم يأتي قبلها صفة، فلم يضع قبلها أي أداه، دي في الامتحان بيقول لك إيه اي آه ولا آن ولا ذا ولا نو no ارتكل أو نو no وورد أو يحط لك نقط يعني مفيش أداه هنا، دي مع دي هتاخد كده، لكن بص في الثانية he gave us a good breakfast he gave us a good breakfast طبعاً بريكفاست هو الإفطار وضع صفة قبله وضع صفة قبله فلذلك استخدم آه قبل هذه الكلمه. آه طبعا برضو دول آه بتوع أنا أتحدث على أداة التعريف اللي هي ذا. أداة التعريف اللي هي ذا اللي بيساوي عندنا في اللغة العربية ال اللي هي الألف واللام اللي قبل الاسم الكتاب المدرسة الولد الطالب هذه الكلمه دائما بنستخدمها كاداه تعريف وهنلاحظ حضراتكم لما نبدا نتكلم على اداه التعريف اللي موجوده عندنا عايزك تخلي بالك امتى بنستخدمها وامتى ما بنستخدمهاش وهذا النوع من الاسئله لما بيجي في الامتحان امتى نستخدمها وامتى ما نستخدمهاش يقولك لك ناخد ا آه ولا ان ولا ذا ولا نو no ارتكل آه. اعمل ميوت، اعمل ميوت واقفل المايك. اه ولا ان ولا ذا ولا نو no ارتكل نبص كده حضراتكم. ادي اول استخدامات بتاعة ذا. نستخدم ذا قبل الاسم الذي ذكر في الجملة من قبل. يعني ايه؟ لو الاسم الذكر في الجملة مرتين، المرة الأولانية تتعامل معه على أنه نكرة المرة الأولانية نتعامل معه على أنه نكرة ماشي يا عم طب والمرة الثانية قال لي لا ده المرة الثانية أصبح بالنسبة لحضرتك معرفة أصبح لك معرفة فلذلك تضع أمامه ذا قلت له مش فاهم قال لي بص كده I saw a film أهي لاست ذا فيلم كلمه فيلم تكررت كم مره مرتين المره الاولانيه حط قدامها ا آه فتعامل معها على انها نكره اما في المره الثانيه وضع قبلها ذا لانها اصبحت مره ذكرت للمره الثانيه فاصبحت معرفه ده اول استخدام لاستخدامات ذا اذا ذكر الاسم في الجمله مرتين او من قبل تستخدم ذا اذا كان الشيء اللي انت بتتكلم عليه فريد من نوعه يعني موجود منه حاجه واحده بس زي ذا صن الشمس ذا مون ذا وورلد ذا ايرث ذا countryside سايد الريف وهكذا او يعني قال حته اذا كنا نقصد الشيء كفكره عامه واحد يقول لي طب هو الريف ده في ريف واحد لا هو بيتكلم على فكرة الريف اللي هو الريف والحضر الريف والمدينة لكن ما تكلمش على الأماكن اللي فيها الريف والأماكن اللي فيها المدينة فبيتكلم عليها كصفة عامة فلذلك حط قدامه ذا في الصفات كنت بتعمل مقارنة عند المقارنة بين أكثر من شيئين بتعمل سوبرلاتيف كان لازم تحط ذا قبل الصفة the most difficult the least expensive the smallest the biggest وده الكلام أنت أخدته في ثالثه إعدادي وهنعيده تاني في الترم الثاني. قال لي حضرتك بقى خلي بالك من هذه الكلمات قبل كلمات معينة إذا جاءت مع أفعال معينة go to the post office go to the shops. الجزئيه دي عايزك يعني جو تو ذا سينما جو تو ذا سيتر سيبك من الجزئيه دي انا هشرحها لك تاني بعد شويه لكن ركز لي على الجزئيه دي اللي مقصود بيها ان هو يعني تذكرت هنا وهتذكر المره الثانيه هذه الكلمات طبعا لما تكون انت قاصد الى هذا المكان بيختلف المعنى هنشوفها في الصفحه التاليه لكن بيقول لك الكلمات المعينه زي كلمه راديو زي كلمة إنترنت هذه الكلمات تعتبر اختراعات فبتأخذ ذا لكن كمان تؤكد الخبر عندك إذا جاء قبلها بعض الأفعال زي listen to the radio use the internet آه لكن اللي أنا عايز أقصدها بقى في الكلام بتاعي استنى شوية وبعد كده هقولها لك بنستخدم ذا قبل الأدوات الموسيقية اللي احنا قلناها من شوية مع الأدوات الموسيقية بس إيه تكون مسبوقه ببعض الايه ببعض الافعال زي بلاي ذا بيانو يعزف البيانو فجاءت ذا قبل بيانو او بدل بلاي ممكن اقول براكتس يمارس صح برضه براكتس ذا جيتار يعني يمارس العزف على الجيتار تستخدم ذا قبل الصفه تستخدم ذا قبل الصفه اذا كانت تساوي مجموعه من الناس واشوف حضراتكم كلمة the اصلها ريتش بيبول كلمة the اصلها يانج بيبل او يانج من او يانج ومن كلمة زبور اصلها بور بيبول فهذه الكلمات في معلومة هنضيفها عليها غير ان هي هذه الكلمات هذه الكلمات كلمات تسبقها ذا الى انها جمع فأقول زرتش زرتش يعني الاغنياء الفقراء الصغار دول كلهم بنعاملهم معاملة الجمع طبعا هنا هتلاحظ زي ما قلت لك هذه الصفات تحولت كلها الى اسماء جمع اذا وضعت ثاني المعلومه دي اذا وضعت ذا قبل صفه تحول هذه الصفه إلى اسم جمع إلى اسم جمع زريتش معناها الأغنياء وتعاملها مع معاملة الجمع قال لحضرتك مع أسماء الدول نستخدم زا مع أسماء الدول المركبة يعني زي جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية مش عارفة الأمم المتحدة مش يا كلها اللي هي بيسموها الدول المركبه في الاسم اسماء الدول المركبه اسم الدوله اسم مركب او هذه الدوله تنتهي او هذه الاسماء تنتهي باسم والجبال والانهار والصحاري والمحيطات والبحار زي يو اللي هي المملكه المتحده لكن لو قلت انجلترا انجلاند يعني ما تاخدش ذا لو قلت انجلاند ما تاخدش ذا لكن لو قلت ذا يو كي يبقى هي يونايتد كينجدم تاخد ذا ذا يو اس اي اللي هي الولايات المتحده الامريكيه لو قلت امريكا ما تاخدش ذا لكن يو اس اي تاخد ذا ذا سودان لانها اصلا حتى بالعربي في الف ولام السودان الجزائر المغرب وهكذا طيب واحد يقول لي مصر طيب نعمل فيها ايه قال لو قال ايجيبت بس ما تاخدش ذا لكن لو قال Arab Republic of Egypt The Arab Republic of Egypt جمهورية مصر العربية هنا تأخذ ذا الجبال 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 التي تنتهي بحرف الاس طبعا زنايل ده النيل ده منه حاجة واحدة جي انه الانهار المفردة زها ملايز لانه اخرها اس فاحنا هنا ايوة يا اسامة رافع ايدك ليه صعبان علينا تكمل على طول يا مستر طب لما تبقى ايجيبت هتاخد اداه ايه؟ ولا حاجه نو ارتكل نو تمام انا اول ما بدات كلامي قلت لك الحاجه اللي هي لا تاخذ لا ا ولا ان ولا ذا بنقول عليها نو no ارتكل لا اداه. ذا اتلانتيك اتلانتيك يعني ده مثال المحيطات كلها اللي موجوده عندك المحيطات كلها اللي موجوده عندك دي كلها بتاخذ ذا لان كل محيط له يعني منه حاجه واحده بس المحيط الاطلنطي واحد، المحيط الهندي واحد، المحيط الهادي واحد، دي كلها محيطات مفرده. ذا ريد سي البحر الاحمر برضو منه بحر احمر واحد واخذ عند حضراتكم اسمها البحار او المفرده. مع العبارات الداله على المقارنه ودي قلناها قبل كده وبنعيدها مره ثانيه. The more you practice, the better you get. ودي اسمها قاعدة اسمها قاعدة زمور زمور كلما كلما تتاخد في معادها إن شاء الله لما تكون عايز تشير إلى فصيلة معينة أو نوع معين من الحيوانات تستخدم قدامها ذا ذا جراف is found in Africa طبعا هنا إيه؟ هنا مش بتكلم على لو قال الجراف بس يجي معناها زرافة ذا جراف معناها فصيلة الزراف كلها ومع ذلك هنا زي ما قلنا احنا هنا بيتعامل معها على انها 1 يونت 1 يونت ولذلك استخدم بعدها از لو واحد يقول لي طيب فصيلة تزرع ايه. فصيله واحده اهي فصيله واحده 1 يونت وطبعا الكلام ده بتستخدمه مع اي نوع يعني ممكن اقول لي ذا كار يبقى معناه انه بيتكلم على فصائل السيارات حسب المعنى الذي يقصده هو إن هنا بقول لك عندما تريد ان تتحدث على احد الاكتشافات او الاختراعات هو نوز ذا تليفون ذا تليفون ذا تليفون هو هنا تلاحظوا حضراتكم ممكن ذا تليفون ذا راديو ذا تي في ذا تلفزيون ذا انترنت ذا موبايل كل الاختراعات اللي انتم حضراتكم عارفينها او الاكتشافات ذا فيمتو سكند اه بنستخدم ذا كمان عندما تتحدث على شيء معين وبالتحديد اي شيء تريد ان تحدده كان مفرد، جمع، يجمع، لا يجمع، يعني countable، uncountable، ايا كان في حاله التحديد في حاله التخصيص في حاله انك تقصده هو بعينه استخدم "ذا" قبل هذه الكلمه. كان you pass the salt please؟ اللي هو الملح. كلمه سولت دي عارفينها كلمه uncountable، لا تأخذ ا ولا آن. طب ليه هو حط لها ذا؟ قال لي انه يحددها ويقصدها في كلامه. كان ممكن تعدى يعني تجيب لي الملح اللي جنبك من فضلك. تستخدم ذا قبل الكتب المقدسه. ذا قران سبايب اللي هو معناه الانجيل لو انتم مش عارفينه. ونستخدمه قبل اسماء الصحف. زي مثل صحيفه التايمز ذا تايمز. قال لي ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تستخدم ذا قبل الآتي اوعى تستخدم ذا قبل الكلمات الآتيه قبل الكلمات اللي هي احنا بنستخدمها على انها قبل اسماء في في الجمع بيبل، وفود وجوبس بلانتس النباتات دي كلها ومن يوزواللي فرونجر من طبعا استخدم على كلمه ومن هنا بدأ بهذه الكلمة في صيغة الجمع ما بتحط لها الزا ساينتستس كلمات الجمع ما تستخدم لها تحط لها أبدا إلا إلا في حالة التحديد والتخصيص اللي أنا قلتها من شوية كلمات الجمع لا تأخذ زا إلا في حالة التحديد والتخصيص لما كنت بتكلم زي مثلا عايز تقول the women in my country النساء في بلدي هنا أنت ما تكلمتش عن النساء بوجه عام يعني انت اتكلمت على النساء اللي موجوده في بلدك علشان كده قلت ذا ويمن. ساينتستس دو ريسيرش ممكن تقول ذا ساينتستس ان اور يونيفرستي العلماء اللي في جامعتنا يبقى انت هنا في اللحظه دي حددت فلذلك استخدمت ذا. لا تستخدم ذا طبعا قلنا مع ايه الكلمات الاسماء التي لا تعد عامه الا في حاله التخصيص وحاله التحديد. يعني سكول سبجكتس المواد الدراسية ما تاخدش ذا ولا آ ولا ان ولا أي شيء لكن افرض أنت حضرتك يعني هنا إيه؟ ذا مثلا تقول the English language the English language which I study this year is very difficult. بتقول اللغة الإنجليزية اللي أنا بدرسها السنة دي صعبة يبقى أنت ما تكلمتش عن اللغة الإنجليزية بوجه عام ده أنت عملت تحديد فلو انت مش بتحدد بتتكلم عليها بوجه عام المواد الدراسيه لا تاخذ ذا ولا آ ولا ان واللانجوج اللغات كلها يعني والمواد الدراسيه كلها والفود كل الاطعمه وكل درينك المشروبات وكل سبورتس الرياضيات وكل الاكتيفيتيز الاخيره اي ان وكل ابستراكت ناونز وكل الاسماء اللي هي المعنويه كل الكلام اللي قلناه قدام ده كله لا تاخذ قبله لا ولا ان ولا ذا الا في حاله التحديد والتخصيص فقط لا غير. فكان مثال بيقول لك بيبول فير ديس الموت وده اسم ابستراكت يعني معناها اسم معنوي فلذلك لم تستخدم قبله شيء. I want to study science كلمه ساينس اهي ده علوم دي كلها مواد دراسيه فهو لم يحددها لم يحدد جزء معين من العلوم او التكنولوجيا. لكن قال لي بص بقى حضرتك إذا كانت أنا قلتها من شوية يعني إذا كانت الكلمة المجردة أو الأسماء التي لا تعد تعبر عن معنى محدد يعني هعمل لها تحديد أو تخصيص بنستخدم لها ذا ذا ديس أوف ذا كينج ذا فرنش لانجوج طبعا إحنا هنا بنستخدمها زي ما أنا قلت لك الكلام ده قلته بس حطينا كتبناه هنا عشان يقوى بالنسبة لك مرجع ترجع له مرة ثانية أه حضراتكم قال أه لي خلي بال حضرتك برضو أوعى تستخدم ذا اوعى تستخدم ذا مع الاتجاهات. نورسن دي معناها شمالي. ساوثرن جنوبي. ايسترن شرقي، ويسترن غربي. يعني ايه يا استاذ؟ قال الكلمات اللي انت شايفهم دول، دول صفة فيأتي بعدهم اسم، يعني نورسن كانتري. يعني الدولة الشمالية ساوسرن ساوسرن يعني جنوبي إيسترن يعني شرقي ويسترن يعني غربي طيب لو أنا عايز أقول نورس بس أو ساوس بس أو إيست بس أو ويست بس نورس الشمال ساوس الجنوب إيست الشرق ويست الغرب هنا بتستخدم ذا خلاص ليه قال انت عندك كم جنوب في العالم كم اتجاه جنوبي واحد وكام اتجاه شمالي واحد وكام اتجاه شرقي وهكذا اقول the north of the south أوف the east of the west of تمام طيب قال لي عايز حضرتك تخلي بالك من الحياة اللي انا هقولها دلوقتي هدي لك امثله ليها يونيفرستي الجامعة تشيرش الكنيسة بريزون السجن هوسبيتال المستشفى سكول المدرسة ما لهم دول يا عم قال لي والله وفي كمان موسكي المسجد وبيت السرير إذا والله حضرتك ذهبت إلى هذه الأماكن من أجل الغرض الذي أنشئت من أجله لا تستخدم ذا أما إذا ذهبت لغرض آخر فاستخدم ذا يعني إيه الكلام ده قال لي هناخد مثال على المستشفى مرة يقول هي went تو هوسبيتال ومرة هي تو لو هو قال هي تو هوسبيتال يعني هو ذهب للمستشفى من أجل الغرض الذي أنشئت من أجله المستشفى أنشأناها علشان إيه علشان تعالج المرضى يقول الذي ذهب إلى هذا المكان إما أن يكون مريضا وإما أن يكون موظفا في هذا المكان فلذلك هي went to hospital من غير أما لو حضرتك رايح زائر لن تعيان ولن تشغال في هذا المستشفى فلم تذهب للمستشفى من أجل الغرض الذي أنشئت من أجله فهنا نستخدم ذا قبل الكلمة he went to the hospital he visited to visit someone نعمل مثال تاني the criminal should go to prison تمام المجرمون يجب أن يذهبوا إلى السجن السجن موجود لحبس المجرمين فالمجرمين رايحين هناك لا هم رايحين يتعالجوا ولا رايحين هم طبعا رايحين السجن مش رايحين يزوروا حد فهو في هذه اللحظة ذهب من أجل الغرض الذي أنشئ من أجله المكان فلم نستخدم ذا أما إذا ذهب لأمر آخر he went to the prison to visit his brother ده مش راح السجن ده راح يزور أخوه فلذلك لم نستخدم معه ذا نأخذ مثال تاني قال لي بص حضرتك لا مو ما أقول he went to bed he went to the bed he went to bed راح ينام he went to the bed راح يرتب السرير يجلس عليه يجيب حاجه من تحت المرتبه في اي شيء. طيب سكول هي went تو سكول اي ذهب ليتعلم. هي went تو ذا سكول هو هنا عباره عن زائر لهذا المكان مش رايح يتعلم. أه حضراتكم هتلاحظوا جزئيه أه تاني هتلاحظوا هنا معانا. قال لي خلي بال حضرتك انه عدم استخدام ذا قبل كلمة work كلمة work تبقوا فاهمينها لا تأخذ لا آ ولا آن ولا ذا هذه الكلمة uncountable هذه الكلمة uncountable يعني لا تجمع لكن كلمة job تجمع وتأخذ آ job في المفرد وممكن تتعرف تعرفها أو تحددها في كلامك وتقول ذا job قال المعلومه الثانيه الالقاب اللي متبوعه باسم شخص اوعى تستخدم قدامها ذا لانه هو معرف باللقب مش محتاج تعريف ثاني ازاي قال لي كينج ويليام الملك ويليام ما تقولش ذا كينج ويليام لكن انا لو شلت ويليام دي اقول ذا كينج بريزيدنت اوباما الرئيس اوباما ادي ده لقب وده اسم ما تاخدش ذا قدامها I do not go out at Christmas. أسماء الأعياد أي ثلاث حياتنا لا تستخدم ذا قبل كلمة work لا تستخدم ذا قبل الألقاب التي يأتي بعدها اسم لا تستخدم ذا قبل الأعياد قال لي كمان أوعى تستخدم ذا قبل كلمة home إذا كانت كلمة home مسبوقة بgo أو كم، go هوم راح البيت، كم هوم رجع البيت وهكذا. قبل البحيرات المفردة زي بحيرة نا بحيرة ناصر وبحيرة فكتوريا. الجبال المفردة يعني جبل واحد زي إيفرست. طبعًا لكن لو قلت الهاملايز دي جبال والألبس دي جبال كثيرة فتأخذ ذا، لكن الجبال المفردة لا تأخذ ذا، والجزر المفردة الجزيرة اللي هي بتبقى واحده بس ما منها مش مش مجموعه من الجزر تاخذ اه لو كانت جزيره واحده لا تاخذ ذا ثاني بنعيد الجزئيه دي كلمه هوم لا تاخذ ذا اذا جاء قبلها جو او كام البحيرات والجبال والجزر المفرده تاخذ لا تاخذ ذا اذا كانت من جبل مفرد اما اذا كانت سلاسل جبليه فتاخذ ذا والجزر برضو اذا كانت جزيره مفرده لا تاخذ ذا أما إذا كانت جزر عديدة يعني فإنها تأخذ زهر إلى اللقاء حضراتكم ده كان النهاية بتاعتنا إن خلصنا هذه القاعدة اللي موجودة قدام حضراتكم مستر وننتهي تفضلي أنا برضو تلخبطت في أما أنت حضرتك كنت بتشرح في عدم استخدام زمن مع الكلمات التي انشات لمكانها الاصلي يعني انا ب... انا عملت خمس امثله ما انا متلخبطه برضو ايه المتلخبطه في احنا يعني مستر دايما إحنا يعني مستر. يعني احنا بنتكلم بنقول لو انت ذهبتي لهذا المكان من اجل الغرض الذي انشئ من اجله ما تستخدمي ذا ذهبتي لاي غرض اخر استخدمي ذا بديتك مثال على المستشفى لو رايحه المستشفى عيانه يعني راحه تتعالجي ما تستخدميش ده، راحه تزوري حد جوه هذا المستشفى استخدمي ده، السجن راحه تسجنى ما تستخدميش ده، راحه تزوري حد يبقى استخدمي ده، المسجد راحه أصلي استخدمي زا. لا رايحه مثلا تندهي على حد من جوه وماشيه يبقى تستخدمي زا السرير رايحه تنامي ما تستخدميش زا لا راحة مش رايحة تنامي هتعملي أي حاجة على السرير هتجيبي حاجة ترتبيه هنا في اللحظة دي أستخدم ذا يبقى إذا ذهب من أجل الغرض الذي أنشئ من أجله تستخدم زا. لا تستخدم ذا لا تستخدم ذا أما إذا ذهبت هناك من أجل أي غرض آخر استخدم ذا تمام بلستار. نعم تمام طيب نبدأ كده ونشوف اللي عليه الدور نبدأ أنا آه أنا أنا تفضل how many seconds is 3 in an hour طيب seconds دي مفرد ولا جمع يا حاج جمع تبقى تاخد إز إزاي؟ يبقى R طيب How many seconds are there? كم عدد الثواني الموجودة في الساعة؟ لكن بص اللي بعديها ها آه، قول يا آه، أسامة استنى لما أشوف أسامة آه، عايز إيه؟ يا مستر الوقت بيبقى مفرد الفعل وراه إيه؟ الوقت بيبقى مفرد الوقت الفعل اللي بيجي ورا فين الوقت فين فين, الوقت فين, فين الوقت دي لازم يبقى مفرد فين الوقت اللي جاي وراه؟ عدد يعني الثواني في... انت قلت اهو عدد, عدد الثواني في, في الساعه قلت عدد الثواني في عادة. الساعه مش استغرق 5 ساعه مش استغرق 5 يومين يتجأز. ساعتين لما يقبل لما يقبل لما وهي لو عايز تستخدمها اذن كان قال هاو ماتش ما كانش قال هاو ميني هنا هو ما تكلمش لأنه بيقول عدد الثواني بيتكلم على الثانيه هنا على انها ناون مش على انها تايم The time يعني مثلا زي ما, ما زي ما تقول كده مثلا two hours is a short time for the exam. Two hours is a short time for the exam. يعني ساعتين وقت قصير للامتحان فاستخدم two hours هنا كتايم لكن هو هنا بيستخدم العدد بيستخدم هنا الناون يعني استخدم الاسم بتاعها فقط لا غير، ما كانش قالها هاو ابدا لو هو راح يستخدمها مفرد. كمل يا بابا. 10 كيلومترز از ا لونج واي تو ران اه المره دي قلنا 10 كيلومترز از استخدم معانا على مسافة. انها ده عباره عن اهو مسافه like تمام match a لايك ماتش اكاب لما انت قلت اكاب ماتش اكاب الاثنين مع بعض الكاب ده فنجان واحد تحط له ماتش ازاي؟ <applause> uh, يبقى اه uh, uh. a cup ها أه. uh, one of the bits in book at, uh, is is عشان ده بيتكلم عن صفحه واحده من الكتاب جدا uh, we didn't take uh, some photographs some photographs yesterday المعنى كده صحيح ده جمله منفيه حتى <applause> فوتوغرافز دي كلمة تجمع هي كلمة تجمع يعني عدد يعني كاونتابل ها <applause> قلت حد جاوب

Ali was listening to a music. يا رجل عيب عليك ده مين اللي بيجاوب ده؟ حد يقول لي اسمه مين اللي بيجاوب ده؟ سام اه وكده ده سام كلمة ميوزك دي اصلا انكاونتبل ده اسم معنوي ازاي تحط له آو آه وان احنا قلنا في كلمة تنفع مع الكاونتبل والانكاونتبل اللي هم كلمة سام واني والوت اوف وبلانتي اوف سام اه يا. بعدين yeah. we didn't do much shopping last week طيب هذه أصعب من هذه اللي أقول حليتها أه. <applause> هي بالنسبة لي أسهل هي أسهل دي طيب الحمد لله طيب. <applause> I still I still have much things to do ينفع إنت تقول سنجس. ثانية أفيو view. A عشان الوحيدة اللي هتنفع هنا عايزة جمع قلنا كلمات عايزة وراها قلت لك أنا الكلمات دي كلها لو أرجعهم لك تاني عشان ما تنساهمش. A lot of و plenty of و much و many و little و a و some or any. دول كلهم بيحتاجوا إلى كلمات جمع لكن بينقسموا إلى يعد ولا لا يعد؟

دون اه بيبر صحيح. بيبر هنا بمعنى ايه؟ بمعنى آه ورقة طيب اللي بعده عشان انت نمت اصل يلا ها bad news don't make people happy حد يرد عليه قال bad news don't make people happy. يا مستر ما هي مش نيوز دي اخبار جمع يا راجل انت النهارده انت ما كنتش قاعد في الحصه شكلك انت النهارده ما كنتش في الحصه خالص doesn't doesn't bad news من الكلمات اللي هي الانكاونتابل التي تعامل معامله المفرد وقلنا بالرغم انها اخرها اس هتلاقيها في آخر مربع، تلاقيها عندك في المذكرة آخر مربع في الأسماء اللي إحنا قلنا عليها other ناونز أسماء أخرى جنب كلمة information معلومات. أه. شون؟ ما تنطق يا محمد. لع برا ولاي؟ لع مثلاً معلش من طلع من عنده قاعد جنبه اسامه طيب قول جاوب جون is ان امبلويد هي كان كان تجد جوب لا ورك بس لسبب لانه انا قلت لك كلمه بوزيشن بروفيشن <سؤال> دي كلها مهن دي كلها هنا طبعا انت لو لاحظت جت ايه؟ كان قال جت أجوب كان المفروض آه. يقول جت ا جوب ما فيش آه. يبقى عايز كلمه ان قلت لك كلمه من كلمه وورك وعملنا لها صفحه لوحدها كلمه وورك كلمه ان ما تاخدش لا آه ولا ان ولا ذا ها الا في حاله التحديد اتفضل Can you give me some advice? تمام. آخر واحدة. I don't have much. <applause> لأن هذه الكلمة uncountable. تمام. اللي بعده. معاك يا مستر وأنا سامعك. They spend a lot of money on travel. The آه. They spend a lot. a lot of money. يعني كثير من المال. تمام. Uh, أنفق في الرحلة. on travel تمام؟ Enjoy your trip. Have, have a good time. Have a good time. تمام. برافو عليك. I need a uh, now. New. الكلمة yeah, الأولى. Bear. New. Ah. Bear uh, of uh, sunglasses. <applause> تمام. I have a problem. أيوة. Can أيوة you Adam? help me? برافو عليك تمام uh, How many students are there in your uh, in your school? School. برافو عليكي ممتازة ممتازة النهاردة تمام. اللي بعده. أنا مس. تفضل. Have you finished the uh, book? No. I... No. I... no. ليه؟ ما أنت هتقول الإجابة وبعد كده هقول لك ليه. إيه معناها هي الجملة؟ هل خلصت الكتاب اللي أنا سلفته لك؟ I lend you يبقى هنا هو بيتكلم على أي كتاب والسلام ولا بيتكلم على كتاب محدد أنا سلفته لك؟ زار يبقى يبقى هنا في حالة التحديد عمل تحديد تمام أه بعد كده she has the uh... ز... ف... ما تنفعش ذا مش انا حددت اسمه يعني لا هو اتكلم فرنش نيم لو قلت ذا فرنش نيم بيجي الاسم الفرنساوي اسم واحد ما فيش غيره بس ها فرنش نيم I am going away uh, uh, for uh, some A week في سبتمبر لمده اسبوع لمده أويك ده اسبوع واحد يبقى صم ازاي انا قلت لك صم وميني وماتش لازم يجي وراهم جمع وكلمه ويك اللي بعد القوسين دي مفرد يبقى مره أويك. اللي بعده my uh, friend is اول uh, engineer اول آن engineer مره ماشي تمام بعد كده فرنسا. 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 أز؟ لو قلت ذا بقت هي الدولة الوحيدة الأوروبية لكن في دول أوروبية كثيرة جداً. نو ارتكل نو ارتكل مفيش أداة خالص حرف اليو هنا نطق أو يو يوروبيان تبقى هنا أ أيوروبيان هي هتاخد أ أو أن بس هنا طبعاً أ لأنه الحرف الإي هنا لا ينطق ولا هيطلع من بوجك اللي هو حرف اليو ده وحرف اليو نطق او مضموم يو يوروب يعني زي كلمه يونيفورم يونيفرستي قلنا تاخد اه ما تاخدش اه ها آه اللي بعده ايوه مستر مستنيك فور ذس جوب يو نيد ان تمام مع صعبه المره دي قال ان آه. experience لماذا لأنه هو كلمة إكسبيرينس دي ممكن تاخد أداة وممكن ما تاخدش، إذا كانت بمعنى تجربة في الحياة ها تاخد إيه؟ آن إذا كانت بمعنى إذا كانت بمعنى تجربة في الحياة تأخذ أ أو آن، أما إذا كانت خبرة زي اللي موجودة عند حضرتك لا تأخذ لا آ ولا آن يبقى هقول تأخذ إيه؟ لا For this job, you need experience. تحتاج خبرة. فهو هنا استخدم كلمة خبرة. فهي لا تأخذ لا آ ولا آن ولا زا. تبقى no article لا أدا. اللي بعدها. It's uh, it's a uh, most يا حرام عليك لما بتعملي مقارنه في الصفات بتقولي اموست ان ذا ذا موست في حد قاعد جنبك لا في حد بيقول لك uh, Did you come? By... Did you come by an air? and وسائل المواصلات لما اقول انا رحت المدرسه بالسياره اقول باي ايه؟ نو ارتك باي كار على طول مفيش حاجه بينهم باي كار باي اير باي بس كده يعني دي هذه الادوات ما بتاخدش ا ولا ان ولا زه دي ادوات اللي بتاعت ده كلام اعدادي يعني 29 ها I had a cup of tea and some coffee. The دي تمام uh, بأنها ذكرت مرتين خدت ذا برافو تمام I could I couldn't hear because of a noise دي لا تجمع ما تاخدش اه and I couldn't hear مش سامع because بسبب the noise of the train بسبب ضوضاء القطار فمش أي دوشة والسلام ده هو اتكلم على ضوضاء معينة وهي ضوضاء القطار. ماشي. اه ماشي اللي بعده. the the earth moves around the sun. تمام. I asked the no article professor Ahmed about his childhood. صح تمام. she gave me no article uh, encouraging uh, rebuilding. encouraging. encouraging reply اه حد يرد عليها no نورت نارتكل اه هي ليه لانها شافت <سألة> لانها شافت الفعل مضاف له ان جي ها <أه> قال الدنشاط يبقى ما ياخدش أداء <أه> مش قلت قلت كده وانت آه حاجه كنا بنقول الصفه التي نصف بها الاشياء تكون منتهيه باي ان فكلمه encouraging هنا صفه وليست اسم. encouraging reply. انا فكراها اسم غير معدود. اه الثانية عشان اسمها انها أصيفة. صفة. الثانية اللي عرفتها صفة جاي وراها اسم اهو ريبلاي. جاي وراها ريبلاي أيوة. والاسم م... يكون. واخرها م... اي ان جي. عظيم ما انت بتاخذي كلمة interesting book يعني ايه؟ interesting book يعني ايه؟ interesting book كتاب مدرسي زي... الكتاب. الكتاب. شيق شيق اه انترستنج اهي مش اخرها ان جي ايوه طب ليه ما ما معها لان ايه احنا هنا انها صفه عظيم أه نفس الحكايه اللي بعدها هتبقى ذا تمام وانت داون نو ارتكت ذا هيروزون هيروزون يعني الافق كم افق كم مكان ب... مكان بتنزل فيه الشمس 900 مكان ولا مكان واحد مكان واحد طيب اللي بعده يا مستر مش الافق ده يعتبر اه اتجاه ما تعتبرش اتجاه الافق ده في اي حته كل بلد الافق بتاعها في ناحيه يعني انت لما تروح القاهره غير لما تيجي في اسوان غير لما تلاقي هنا لكن هو يعتبر مكان واحد لكن مش اتجاه تمام اه شي وينت تو تبقى نورتك ليه عشان هنا بيقصد بيقصد المكان المكتبه يعني الشيء المعمول للمكتبه الاساسي الغرض الذي من اجله تمام ايوه ليه؟ عشان كده مش هتاخد ذا اه راحت المكتبه تبوع عشان أبوك. تستعير ابوك تجيب كتاب واحد جدع شاطره تمام اللي بعده انا يا استاذ تفضل يا حبيبي has father was not an يا اللي بعده ماشي امان بند ان the. تبقى استاذ مان باند the يعني هنا ايه ما با باند هي بيقول مان باند اللي هي بيسموها فرقه هذا الرجل يعني هنا بيقول لك سلت ورفهت عن الجمهور يبقى هو هنا بيجي ايه امان بانت ولا زمان بانت لا 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 نو نوع ارتكل نو لا ما تنفعش نو ارتكل ذا ذا وهي هنا عباره عن نوع يعني عباره عن عباره عن فرقه كلها رجال ماشي كمل يا فير في از اه أيوة. لان اليو لو بصيت في اليو في أولها اتنطقت او يونيفرسال يونيفرسال ايه او ايوه استاذ اه ايه 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 انني لا تاونز هي المدن بطلف كنتري سايد يعني ما بحبش المدينه ما بحبش المدن بحب الريف اه تبقى زا آه. يا استاذ ذا تاونز ماشي والثانيه برضه تبقى ان يا راجل كانتري سايد الريف قلنا من الحاجات المحدده بتاخذ زا انا ذا يا استاذ وير از ان ذا هاي هوت كلمه آه هات اولها آه. اتش تحط لها ان اللي بيجي حرف متحرك رجل طيب وير الزهاد، آه اين القبعه التي اشتريتها بالامس؟ زميلتك لما حلت قلنا فين الكتاب اللي انا سلفته لك فعمل عمليه تحديد اللي بعده انا مستر تفضل يا مستر يا عمر ها آه. في كروز ذا أطلانتا ان ده ذا ايوه ان ال كذا uh, uh, تمام زير ونت في اذر ترين فور ات لاست اور انا وراي ها تيك بس نو تي ليه؟ آه uh, ده معروف افيو ليتل دي شغاله على طول ا uh, ا uh, دول ما بيسيبوش بعض او تو بس ادمستر كلمه بعديها أه نونسنس يعني الهراء هراء يعني كلام فارغ نو أه... أرتجل؟ لا دايما قلنا التعجب بناخد ا آه او ان آه خدناه في التعجب ا آه او ان آه. اي هاف بس خلصت I انت have... كده دور يا مستر خلصت كده انت حظك حلو في مست... العكس أه؟ I have a quick breakfast before going to work. تمام لماذا وضعت قبل الوجبة أداة بأنها ما بتاخدش أدوات؟ عشان في صفة بعديها. صفة قبلها بعد إيه. تمام. I go to no article mosque أ... to break إيه عشان راح هناك من أجل أن إيه؟ أن يصلي. ب... بلو... تمام ذهب من أجل م... الغرض م... الذي أنشأ من أجله تمام برافو عليك. this medicine will do you a lot of good. آه يعني هيدي a lot of تمام. The lake Nasser lies behind the high عشان بحيرة مفردة تمام. Mr. Hisham goes to no article school early. آه. طبعا ده موظف شغال هناك. طيب. آه تعالوا بينا حضراتكم. مين يا أسامة؟ معاك يا مستر أه انت قلت لي حليت القاب واللي ما جابش مش هي واحده بس كلها <applause> اه مش هي كلها هحلها ولا مش هي كلها. يا مستر نعم يا مستر نعم الكتاب ضاع من على الشاشه ايه على الشاشه الكتاب إيه؟ مش قاعد في الشاشه مش قاعد على كده قاعد في الشاشه كده مش ظاهر دلوقتي جه الحمد لله على سلامته ماشي الله يسلمك يلا اتس داي 1 اي حد يقولها مستر اه انا مستر اه ات ات يا مستر اه يعني اتش دي ات انا يا مستر ليه اه المكان ده مكان صغير ولا كبير كبير المدرسه كبير امال المدينه إيه؟, ايه لا اه يا مستر نعم هتبقى ات أنت عارف كلمة It's day one يعني أنه اليوم الأول At a new school in a new town You have got all the paper and the bins you need You are call You are call new clothes You are a ايه؟ Wearing Wearing آه أنت Wearing. الآن Wearing Wearing يعني ايه؟ يرتدي يرتدي آه يوه آه يرتدي يا معلم يرتدي الحمد لله على السلامه Wearing. يا مستر عايز اسالك عن حاجه تانية برضه تفضل يا مستر ما تنطق يا ولد ما قلنا اه, لك خطت يو ار باتن اون كول ممكن يو ار بوتنج اون كنا هنقولها بس انت ما بتصبرش انت لا تصبر ان يو كلوز بات يو dont know anyone and you are not sure where to أه. to يو آه كنت استنى عليهم you. محمد ما كانوش هيعرفوها where تو جو مش عارف تو جو uh, starting at a new school يا مستر ليه ما تنفعش يو نعم ليه ما تنفعش يو طب ازاي؟ you are not sure where you go you are not sure where you go اه معلش هو طبعا uh, uh, you are not sure where هنا في لحظة اللحظة دي كده هنا حيث تذهب دي بيسموها where to ده تعبير وير where to نعم انت ما بتسمعنيش انا وبتكلم يا اسامة ولا يقوم بتكلم تروح داخل في النص starting at a new school feels so hard because you don't have السلام على هدوءك انت because يا مستر ليه م... تنفع اف ايه تنفع اف تبقى ازاي بي بي, بي بي تبقى اف ازاي تنفع اف تبقى ازاي يعني تنفع ازاي ازاي تتبلع دي هتبقى انت عندك شعور صعب لو انت لو... ده هو ده هو هنا بيقول له هو من الاول من البدايه بيقول له انت رايح مدرسه جديده واول يوم رايح له فانت بيقول له ستارتنج ات ا نيو سكول بيقول ان اي بدايه في مدرسه جديده تشع... تكون صعبه جدا لانك you don't have you don't have any friend is there to help you it is very easy to آه آه. من السهل انك تعمل الاستريست كثير have a start have have to be ليه لان دي صفه أه. سترس دي متوتر فالصفه نعم ليه ما تنفعش هاف؟ يا ابني هاف ها ازاي جاي وراها صفه؟ صفه ستريس دي, دي معناها متوتر صفه عشان تتحط كلمه هاف اول حاجه اسمها كوزيتيف وانت ما عندكش الكوزيتيف but life will get uh, easier. Hair.